وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. أيها السادة والسيدات، حق للمرأة الموريتانية أن تنتشي بما تقوم به المناضلات في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين من تمثيل مشرف لشقائق الرجال، بما قدمنا من تضحيات أهلتهن للوصول إلى مراكز القرار داخل هيئات النقابة، بمعدل تمثيل كبير في اللجنة التنفيذية والمجلس النقابي، إضافة إلى وجود معتبر داخل المنسقيات والأقسام، حيث تسير بعضهن أمانات هامة وترأس الباقيات عددا من الأقسام.